يبقى الكونسبت الاولاني عرفناه اللي هو كونسبت خاص بعمليه السبلايسنج، ان هو بتخلص من الار ان اي، وشفنا الميكانيكيه بتاعته. طيب يبقى في الجزء الاولاني اتكلمنا على الميكانيكيه التي يتم بيها عمليه السبلايسنج من البريماتور ماسنجر ام ار ان اي. يبقى الماسنجر ام ار ان اي بيتم عمليه السبلايسنج عشان يتم في الاخر نوصل للماتيور ام ار ان اي. ولكن لو عندي وعندي اكتر بقى من اكزون، زي المثال اللي انا شايفه، المثال اللي قدامي دلوقتي ده فيه اكتر من اكزون. مثلا في هذه الحاله يعني زي ما احنا شايفين في انترون اللي هي باللون البرتقالي دي، وفي الاكزونز اللي هي باللون ازرق شويه. فهنشوف زي ما نشوف باول حاجه بيطلع البرايمري ترانسكريبت. زي ما احنا شفنا البرايمري ترانسكريبت دوت فيه الفايف برايم كاب اللي هو زي ما قلنا، وفي البولي اي تيل. البولي اي تيل اللي هو البولي اي تيل بعد كده بيحصل سبلايسنج زي ما شفنا في الفيديو اللي فات، بيحصل سبلايسنج عشان كل الانترونات دي تتشال ويفضل في الاخر الماتيور ماسنجر ار ان اي اللي هو ده بقى اللي هيروح يعمل ترانسكريبشن زي ما شفنا. بعد ما حصل له الماتوريشن دي اسمها عمليه الماتوريشن. الماتوريشن انه يتشال منه الانترونات والكاب يبقى في الراس بتاعته والبولي اي تيل تبقى في النهايه بتاعته. في حاجات بتحصل في البرايمري ترانسكريبت زي ما شفنا قبل كده. ايه الحاجات اللي بتحصل؟ احنا قلنا في مجموعه من البروتينات بتتجمع اللي بنسموها سنيربس او الاس ان يو ار بي اس او سنيربس، وبتكون ما يسمى بالريبوسوم عشان تعزل النيوترون وفي الاماكن المحدده زي ما شفنا قبل كده، عشان تعمل ما يسمى باللاريت. اللاريت ده اللي هو الانترون اللي بعد لما تم قصه وتم زي ما شفنا اهو، ده كلمه لاريت اهي موجوده دي. بعد ما تم قص الانترون زي ما شفنا بيتم حذف هذه اللاريت. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ طيب نشوفها كده ايه اللي هيتم بعد كده. بيتم بعد كده زي ما شايفين لصق الانترونز مع بعض يعني، فبالتالي حصل اكزايزد، فالاكزونز بقى هتبدا تتكون الانترونز الاكزونز مع بعض هتحصل لصقها بعد ما تم حذف الانترون زي ما شايفين اهو. شوف حذفنا الانترون وفضل الاكزونات كلها مع بعض. ادي اكزون 1 2 3 4 5 6 كلهم مع بعض. ده بيسموه الفيرست ماسنجر ار ان اي، ده الماسنجر ار ان اي الاولي. لو واحد تاني وهنا بقى تخيل شفت اللي حصل بقى، حد ياخد خد باله من الفرق؟ ده نفس الجين او ده الدي ان اي، الجين فيه انترونات واكزونات، فحصل سبلايسنج فالاكزون ال1 و2 و3 و4 و5 و6 كونوا ماسنجر ار ان اي ومكون من السته اكزونز دولت. طب هنا السكند ماسنجر ار ان اي طلع ايه؟ طلع 1 و3 و4 و5 و6، بالتالي حصل ديليشن لاكزون منهم، بالتالي في ماسنجر ار ان اي تالي طلع من نفس الجين. طب خش معايا بقى شوف في التالت، هنا طلع ماسنجر ار ان اي تالت. يبقى معنى كده من الاكزونز اللي طلعت ممكن يحصل توليفات. ده هنا بقى طلع 1 و2 و3 و4 مفيش 5 وطلع 6، يبقى طلع عندي 3 ماسنجر ار ان اي من نفس الجين، من نفس الجين عمل ثلاث توليفات مختلفه، بالتالي الجين الواحد ممكن يطلع اكثر مسنجر ار ان اي، بالتالي ممكن يطلع اكثر من بروتين. فنفس الجين نفس الجين يطلع منه اكثر مسنجر ار ان اي وبالتالي يطلع اكثر من بروتين. وهنا جت التعقيد، ان معنى كده ان ممكن يطلع لي كومبينيشن. نشوف مثلا في الحاله اللي عندنا مثلا ديت في برايمري ترانسكريبت اهو، البرايمري ترانسكريبت دوت ام ار ان اي اللي طلع الاولاني ده، ايه اللي حصل فيه؟ زي ما انا هشوف دلوقتي حصل فيه عمليه لوس. لوس يعني ايه؟ يعني فقد من تو اكزونز اتفقدوا منه مثلا، فبالتالي طلع ام ار ان اي مختلف، ممكن يكون نتيجه اللوس دي او الطفره دي. طيب ممكن نفس الاوريجينال ترانسكريبت ده يطلع ايه؟ يعمل عمليه دوبليكيشن. شايفين هنا 7 و7 الاكزون 7 والاكزون 7، هنا في الحالة دي الاكزون كان 5 و6 حصل لهم حذف، هنا الاكزون 7 حصل له دوبلوكيشن، يبقى دي طفرة تانية في الترانسكريبت. النوع الثالث من الطفرات اسمه طفرات الري شافلنج. شوفوا ايه اللي يحصل في الري شافلنج بقى؟ الري شافلنج ان حصل 7 و8 اللي كانوا في الاخر جم في الاول، فترتيب الاكزونز ممكن يختلف، فبالتالي عندي ثلاث ميكانيكيات ممكن تخلي تطلع ترانسكريبت جديدة من نفس الجين. يا اما يحصل لوس لبعض الانترونز وبالتالي النهائي
الماسنجر ار ان اي النهائي الماتيور مختلف، هيطلع بدل الاوريجينال مختلف عن الاوريجينال، او يحصل دوبليكيشن ان بعض الانترونز هتتضاعف، او يحصل ريشافلنج، بالتالي هيحصل ترتيب مختلف. طب ده لما يطلع ام ار ان اي ويروح على الريبوسوم عشان يترجم، هيترجم ازاي؟ هيترجم كبروتين جديد. بالتالي عندي ثلاث ميكانيكيات ممكن تعمل بروتين جديد وتركيب بروتين مختلف او ماتيور ام ار ان اي مختلف عشان خاطر يروح يطلع بروتين مختلف. وبالتالي ده كله ناتج من كام جين يا جماعه؟ من جين واحد بس. يبقى من هنا نقدر نشوف ان ممكن جين واحد بس يطلع اكتر من ترانسكريبت مختلف، هيروح كل واحد فيهم يطلع بروتين مختلف. ومن هنا ابتدينا نفهم شويه ازاي ممكن، طبعا ممكن تحصل نتيجه الكلام ده يحصل نتيجه طفرات في الجين الاصلي، او ممكن يحصل طفرات في عمليه السبايسنج نفسها، السبايسنج بروسيس نفسها يحصل طفره وبالتالي تؤدي لاختلاف ويطلع ترانسكريبت مختلف. ممكن يكون الترانسكريبت المختلف ده بيعمل امراض زي ما هنشوف في الامثله اللي هنشوفها في المحاضره بعد كده، او يكون بيعمل وظيفه مختلفه او بيعمل حاجات معينه. فعمليه السبلايسنج مهمه جدا لانها هتطلع ترانسكريبت مختلف، والترانسكريبت المختلف ده هيطلع بروتين مختلف هيعمل فانكشن مختلفه. تمام؟ فاتمنى تكونوا فهمتوا في الفيديو الاولاني ايه يعني ايه عمليه السبلايسنج، وفهمنا من الفيديو الجزء الثاني ازاي ممكن يحصل alternative splicing وبالتالي يطلع alternative transcript مختلفه.